مثل ما عولتنا دولة الإمارات وقيادتها دائما نطبق المبادئ اللي تم إرسائها وتوجيهها من قبل قيادتنا. في سبتمبر 2021 تم الإعلان عن المبادئ الجديدة للخمسين سنة القادمة، وهي أهمها الاقتصاد عنصر رئيسي من عمل الحكومات، إضافة انفستوبيا للقمة العالمية للحكومات، تأكيد لهالمنهج الجديد أن الاقتصاد دائما بيكون محور رئيسي من جميع نقاشنا الحكومية. وقمة مثل هاي تتكلم على مستقبل الحكومات وكيف ممكن عمليات التحول والحوكمة والآليات المطلوبة لمواكبة التغييرات الكبيرة تصير حول العالم. مهم جدا أن نشوف أيضا القطاع الاقتصادي. انفستوبيا مختلفة عن المؤتمرات الاستثمارية المختلفة، لأن مركزين من خلالها على القطاعات المستقبلية وعملية التحول الكبير اللي بتصير في القطاعات اللي إن شاء الله بتكون دولة الإمارات من الدول الرائدة في تبنيها، وأيضا أخذ زمام الأمور في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، حوكمتها، الشراكات، الاتفاقيات في هذه القطاعات. إذا نتكلم على بعض القطاعات بشكل تفصيلي، القطاع الرقمي اللي هو محور رئيسي من نقاشاتنا، إذا كانت نتكلم عن العملات الرقمية أو العالم الافتراضي وكيف تأثيرها في المستقبل، الألعاب الإلكترونية وتأثيرها وأيضا دورها في الاقتصاد المستقبلي، نتكلم على العولمة وعملية إعادة تطوير سلاسل الإمداد واللي بيكون لها تأثير كبير في المرحلة القادمة لتزويد دول العالم بالبضائع والخدمات. من خلال القمة تم الإعلان عن العديد من المشاريع. طبعا تكلمنا عن تقرير لينكدين اللي يتكلم عن سوق دولة الإمارات والمواهب العام الماضي، كيف دولة الإمارات قدرت تطلع بسرعة من تأثيرات الأزمة، سوقنا فعلا بدأ يواكب هذا النمو، بدأ يستقطب التغيير بشكل كبير، هناك مهارات شفنا فيها نمو كبير في سوقنا المحلي. تم أيضا الإعلان عن بعض الشركات لنقل مقارها الدولية مثل شركة بايبت أو مثل شركات تفتح مراكزها الإقليمية ومبانيها وقراها مقراتها الإقليمية في دولة الإمارات، منها crypto.com. من خلال أيضا الانفستوبيا تم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية الاقتصادية شراكة شاملة مع الهند بجميع تفاصيلها. صحيح كان التوقيع قبل شهر تقريبا، البارح واليوم تم الإعلان عن جميع تفاصيل الاتفاقية. إن شاء الله قبل نهاية الأسبوع بنكون انتهينا من اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وبيتم الإعلان عن إن شاء الله أنه تم قطع شوط كبير في التفاوض مع كولومبيا أيضا كأول دولة في أمريكا اللاتينية اللي دولة الإمارات تشتغل على اتفاقيات معها. أسبوع حافل، أسبوع فيه العديد من الفعاليات، أدعو الجميع أن يستفيد من هذه الفعاليات ويتم نقلها لعملنا اليومي كفعلا ضمان عملية التحويل في آليات وحوكمة عملنا اليومية.